التكنولوجيا والبرمجة وعالم الذكاء الاصطناعي لغة العصر، وعلشان يكون لك مكان في العالم الجديد لازم تتعلم اللغة دي لخلق عالم أفضل، بس كمان لازم تقدر إن أنت تطوعها وتطورها لخلق عالم أفضل. احنا النهاردة موجودين في قصة نجاح في معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، بنلتقي بسواعد وأبناء مصر الخبراء في هذا المجال. عالم التكنولوجيا والإي آي هما الثورة التقنية الأكثر تأثيراً، يعد تعلمهم مهارة أساسية لمواجهة تحديات المستقبل. فهم الذكاء الاصطناعي بيمنح الفرد القدرة على الابتكار والمشاركة في سوق العمل المتطور باستمرار. تعلم الذكاء الاصطناعي ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق التقدم والنجاح في العالم الرقمي الجديد. وأبطال حلقتنا النهاردة قرروا إن هم يحترفوا هذا المجال ويصنعوا لنفسهم ولغيرهم عالم أفضل. المهندسة مريم نصر والمهندس إسلام رضا أبطال قصة نجاحنا النهاردة، يلا بينا نتعرف عليهم. برحب بمريم وإسلام، أهلا بكم في قصة نجاح. احنا سعداء جدا بوجودكم معانا. احنا اسعد بجد. سواعد المستقبل، املنا فيكم كبير الحقيقه. وخليني ابتدي معاكي مريم. مريم انت اصلا صيدلانيه. يس. مظبوط. خلصتي الصيدله واشتغلتي فيها. يس. احكي لي بقى قصتك لغايه ما قررتي ان انت تحولي لان انت تتخصصي في التكنولوجي وتغيري الكارير بتاعك خالص. اوكي، انا خريجه 2019 جامعه المنصوره كلينيكال صيدله كلينيكال. أنا اشتغلت لمدة 5 سنين بعد ما اتخرجت يعني اشتغلت كصيدلانية واشتغلت في مستشفيات. ذن بعد كده حاولت بقى أدخل في حتة الكوربريتس والشركات، اشتغلت سيلز وترقيت في الشركة اللي أنا كنت فيها. بس بعد كده يعني حسيت أن أنا مش بتطور ومحلك سر. يعني أنا ليه المجال بتاعك ما فيهوش تطوير؟ مش قوي يعني في السيلز بالذات، لان انا كنت دخلت حتة الشركات وكده، انا بيبقى معايا برودكت بتكلم عليه دايما او ببقى عارفاه، فما فيش قوي ديفلوبمنت في الحتة دي. فما حسيتش ان انا بطور نفسي، وانا شخص بحب اذاكر كتير يعني وبحب اطور نفسي كتير. فبعد كده حاولت ان انا ادور على مجالات تانية يعني غير الصيدلة. لقيت كلام كتير عن ITI وان احنا ممكن نقدم في ITI، بس بيبقى الديدلاين لازم ابقى 5 سنين بعد التخرج. فانا ألحق. كنت في اخر سنة يعني بقى انا دايما بفتكر الموضوع ده انه بجد there is hope. يعني انا قلت لا خلاص ليه لا واقدم. عرفت قبلها بشهر، قعدت اذاكر، ذاكرت حاجات تكنيكال كتير اللي هي علاقه بالتستنج. انا دلوقتي يعني شغاله تستر سوفت وير. الاول لما قررت ان انت تذاكري عشان تخشي الامتحان، هو في كذا امتحان صح؟ يس، هو بيبقى فيه اي كيو اكزامز في الاول وانجلش اكزامز، بعد كده بيبقى فيه حاجات اتش ار وكوميونيكيشن سكيلز وكده، بعد كده فيه تكنيكال انترفيوز. انت المفروض عشان تنتقل للامتحان اللي بعده لازم زي كده ستيجز كده او محطات. بالظبط كده. لازم اعدي في الحاجه دي عشان ادخل اللي بعدها. فالحمد لله يعني ربنا كرمني وعرفت ذاكرت كتير لحد بقى ما وصلت الاخر. تكنيكال بقى يعني دي دخلتي ازاي وانت اصلا الامتحان وانت اصلا ما عندكيش مجالي فكره؟ مجال طبي باك جراوند مختلفه تماما. عملتي ده ازاي؟ حاولت اذاكر اعرف الفاندمنتلز او الاساسيات للبرمجيات والحاجات دي او التكنولوجي قبل ما ادخل الاي تي اي عشان ابقى جاهزه للانترفيو والتكنيكال انترفيو. اتسالت في حاجات كتيره وعرفت معظمها، فيعني ربنا وفقني في الحته دي. حتى ساعدك يعني مثلا شفتي امتحانات اللي قبل كده جت ازاي، اتمرنتي عليها؟ بنعمل كده برضو. بنعمل كده، بس يعني انا دي ما كانتش الكيس بتاعتي. يعني انا كنت بحاول ادور اونلاين كورسز او كده على النت وذاكرت ويعني والحمد لله. وقبلتي من كام حد دخل الاختبارات؟
احنا مثلا الانتيك بتاعي، لان اي تي اي ليها اكتر من 30 تراك او يس 30 تراك، فانا كنت تخصصات مختلفه. بالظبط، هو التخصص اللي انا كنت داخله فيه يعني كان فيه اكتر من 1000 واحد مقدمين، واللي بيتقبل في الاخر في الانتيك او في التراك بتاعي 40. يعني في تراكات تانيه بيبقى فيها 10 30 20 على حسب هما محتاجين قد ايه بالظبط، او الماركت او سوق العمل محتاج قد ايه. فانا اتقبلت الحمد لله ضمن ال 40 شخص اللي اختاروهم في الاخر، ودخلت ال 9 شهور. مبروك، واشتغلتي وخلصتي، وكانتوا 9 شهور. 9 شهور ستريس مش طبيعي.